لم يعثروا على الأرض التي حدثهم عنها قائد القارب الذي أقلهم مقابل 200 دولار، وكل ما وجدوه صحراء تبعد عن العاصمة جيبوتي 300 كيلومتر وتقترب من كل ما هربوا منه. المئات من اللاجئين اليمنيين الذين أجبروا على الإبحار نحو جيبوتي قبل عام من الآن فشلوا كما يقولون بالاستقرار هناك، ومنذ اليوم الأول وحلم العودة يكبر مع أطفالهم وأوجاعهم ولا يتحدثون عن غيره. تقدر الأمم المتحدة عدد اليمنيين المقيمين في مخيم أبوخ ب 1500 لاجئ قدموا من مناطق مختلفة أبرزها تعز وعدن، ويعيشون حياة تصفها بالقاسية، وما أن سمعوا بوجود من يمكنه أن يلبي لهم أمنية العودة حتى ذهبوا إليه، وإن كانوا لا يعلمون كيف للبلاد التي غادروا أنقاض منازلهم أن تستقبلهم من جديد وأن تمنحهم أمانا سلب منهم قبل عام في موطنهم ولن يجدوه في سواه.